هذا وتتواصل اليوم الثاني على التوالي الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش وعناصر تنظيم القاعدة في الحدود الإدارية الرابطة بين مديريتي ميفعة ورضون بشبوة. وقالت مصادر محلية في المنطقة إن الحملة العسكرية المكونة من اللواءين الثاني مشاه بحري الذي يقوده العميد قاسم لبوزة ومشاه جبلي الذي يقوده العميد أحمد الحمزي استخدمت في قصفها على مواقع مفترضة للقاعدة الدبابات والدوشكا والإربيجي، فيما استخدم الطرف الآخر الإربيجي والمعدلات وبعشرة، كما شارك الطيران في القصف على مواقع وتجمعات القاعدة.